ونسفها انتم راه صوبتها السفارة دائما ها هي العالية لعب عبيدك عبيدك الفعل صافي حيدي العود حيدي العود صافي دابا وصلت المرحلة اللي غتخدم فيها باليد الصبعان الصبعان ها بحالك ها هاد الصبعان هما اللي كيفرقوها ها شو ها راه هادي السفة تفاورة والتانية حط من البسكيت راه ما مسلوقة ما والو لافاني والزبيب هانتوما الزبيب لافاني الزبدة السكر سنيدة سنيدة ما كنديرش السكر كلاصي بتاتا انا السكر كلاصي السنيدة باش ما تميهش باش ما تميهش شوفوا اليدين كدايرة صافي ان شاء الله هادشي اللي كاين كاوكاو درتو في الزيت باش كيتقلى ها هو فوق الفرينة لاصوص هو كيتشرب ردينا البرمة باش نردو تاني السفة عندي ربعة الكراط هنا ربعة ديال الاتقان ها شركة الاتقان وسنشكر فيك انتي تيولو سيور واخا ما عاطيني تريال المهم هانتوما القوام ديال السفه والزيت العود والزهر ما عطيش الحك نيس لي باش غادي نديرو في الحلوى في الحلوى تانا في سميتو في تاع الحرم على ما السفه شوفوا وهنا راه كاين البرقوق وهذا ديال الموقع ديال العمل والسيكان بوكم العبدي راه محطوطين الفوق والحمص ديال الحريره راه ساي كيطيب وراه ديال الخدمه هانتوما الغسيل راني دايرو ليه شوف درت جوج طوابل حدا البارابول شاد اذاعه الهوتبول الدريات اللي كتقولوا لي البصله كي كدير ليها انتما بنيتي البصله كنشربها حتى كتشرب داك اللوله فالها صغاريت شوفوا العقيق اللي كطلقها هذوك الفقاعات دابا هذاك العقيق عندي انا هو الفقاعات كبر الصوره شوف وما خصهاش تشيط ما خصهاش تشيط ابدا كامله بحالك شوف صافي دابا باش غادي نزيدوها واحد الزيت كنزيدها على الزيت النباتي ما نزيدها كاع الزيت العود ها على الزيت النباتي ها انتم هنا كنقولوا كتقلى باش تاخذ داك اللون ديالها وكتطلق داك ليدان عاد كنضيفها على دوك القنيصات اللي كيشربوها صافي كنبقى غادي مع هاد العمليه بحال هكايا سيدي عبد الحميد حتى كنكملها ما تحرقش ما تعطوها ما خصكمش تعطوها الفرصه اللي تشيط الا شيطت مشات وراه هذا هو السر ديال الدغميره حتى كتذوب كتعلق كتولي بحال غتحسوا باغا تلصق في الطنجره انت كتحكي المغرف ديال العود ماشي ديال الالومنيوم هنا هادو هما كيشربوها انتما كيف ما كتشاهدوا عاد كنضيفها عليه صافي وكنخليها كتخيط باش كتبقى ليا هاد القنيصات بحال هكايا بهذا الشكل هذا كويدات والقنيصات والعنيقات مقطعين كيبقاو بهذا الشكل باش غادي نضيفها على ان شاء الله وغادي تشوفوا الشكل ديالها كي غادي تولي وهنا كاوكاو ها انتما كيتقلى غير على الفاخر ياخذ على خاطرو يتحمر على نار مهيله هنا انتما الطنجره ما شيطت ما والو باكم العبدي انا باكم العبدي او خوكم العبدي ولا ولدكم العبدي ولا عزيز العبدي ماشي كنفتخر على راسي ولا كنفتخر عليكم ولا كنشكر بعض الاخوات كيقول لي خلي على الناس شكرك كي قال مول العرس قال لي سمعتك سابقك حنا كنوريكم غير الطرق والاسرار راه مع كامل احتراماتي للناس والطباخات راه كيقول لك انا طيبت الفيديو فيه 5 دقائق ولا 6 دقائق ولا 10 دقائق انا غندير انا طيبت انا حطيت ولا 2 دقائق لا ستوري فيه 2 دقائق شو حنا كنوريكم المراحل لان الناس ماشي كيف كيف في الفهم كاين اللي كيشوف بالعين وكيفهم كاين اللي كيقرا وكيفهم كاين اللي خصك تشرح ليه وتدقق ليه الشرح باش يفهمك لان كل واحد والعقل ديالو سبحان الله تعالى حاليا الفنان الفنان راه دابا عقلها هي اعترفت براسها عقلها ثقيل راه معانا شوفوا شحال وكل مره كنوروها ها انت يا ديري وهادي راه ورينا لك البارح عندها التخوف انا كنقول لكم دائما داك التخوف ديال الخدمه او ديال الطبخ ما عمركم تخلوه في قلبكم ما عمركم تخلوه في قلبكم ديما توكل على الله وقول بسم الله يا فتاح يا رزق يمهو الارزاق وربي غيسر حنا ناس اميين بدائيين كما قلنا قابلنا الله انا راه ما قارين مواعين باش غادي نبداو نذكروا الاذكار ديال الله اللي كاينه في القران ولا ولا حنا كيما المهم الله كيعرف عزيز وعزيز كيعرف الله سبحانه وتعالى صافي انا مآمن بالله وبالرسول هادشي اللي كاين ملي مآمن بالله وبالرسول وكان مآمن بالصلاه وبالزكاه وبالصيام رمضان وبحج بيت الله من استطاع اليه سبيلا راه والشهادتان اللي هما لا اله الا الله ومحمد رسول الله راه بارك صافي راه مسلم انا راه مسلم المهم انا قرايتي هي هذه فهمي هو هذا
وهنا واحد القصري ديال الكسكسو مزوق، راه مداو العيالات ودار الرجاله يتغداو كيف ما كتشاهدوا. وهذه العاده ديال المنطقه، هذه وجبه ديال العريس، وجبه ديال العريس كيجيبوها مالين الدوار وكله. وكيفاش كيدير القصريتو؟ وهنا كيف ما كتشاهدوا عاده مالين الدوار كيجيبوا الوجبه كيف ما كتشاهدوا. ونتمنى القصريات عندنا والغدا ديال قبيلتنا ينال اعجابكم، ومرحبا بكم خوتنا المغاربه فين ما كنتوا في المغرب، مرحبا بكم في منطقه عبده. عادتنا وتقاليدنا كل دار كتجيب قصري ديال الكسكسو وكرتونه ديال السكر، وعاد كاين حلمة العريس، وعاد الغرامه للعريس في الليل، عاده متوارثه ابا عن جد. كل واحد يعني العريس وخوته وعائلته الا كان شي عرس في الدوار كيغرموا كاملين، وملي كيكون عندهم تما شي عرس كيغرموا عليهم مالين الدوار كاملين، كاين المراه كاين الراجل كاين الدري كاين الدريه، كلشي كيغرم. وهذا هما القصاري، ومرحبا بكم وخيركم في ديوركم وقبلوا علينا. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا اللحم، دابا غنبداو نديرو في اللحم. هو اللحم باقي عندي، انا غادي ندير واحد الطنجرات يبداو يطيبوا بعد السكور. طيبنا الدجاج، حيدناه، حمرناه، طيبنا السفاسير متابعين، عندنا 4 كراطن. ودابا ان شاء الله اللحم الناس راه تغداو بالكسكسو ديال العريس كيف ما كتشاهدوا. صافي هنا جمعت العطريه ديال اللحم كامل ان شاء الله. هنا انتما غادي ندير مزهر، غنطيب بالمزهر. ها هو ايطرو ديال المزهر، ولا شحال فيها هادي؟ انا 75 750 مليلتر. هاي دار العامري 750 مليلتر. صافي هي كي قلت لكم خرقوم بلدي، سكنجبير، المروزيه، البزار، ضمه الزعفران، زعفران حر، الزبده، زيت العود، والسمن حار، والقزبر يابس، والقزبر خضر مطحون. صافي هادشي اللي كاين كيقول البزار. هنا القرفه، هانتوما الاخت اللي سولتني الا كندير القرفه، هنا كندير كي قلت لكم المزهر، المزهر بالعامري ولا ماجين، المهم على حسب. الملح كنديرها في الطنجره، كناخذ الملح كنرشها في الطنجره، ما كنديرهاش في العطريه، المهم على حسب اللحم تقريبا القياس، يعني كتعرفوا طرف كبير طرف صغير هذا هو اللي كاين. المهم والمشكله عباري في يدي، عباري ديال الطنجره في يدي. هنا ما غاديش نعرف تقريبا شحال خصني ندير ديال الملح، نقدر نملح نقدر نجي مسوس، ولا جا مسوس راه مزيان، ولكن الا جا مالح لمصيبه. وديما الملح داووها بالبطاطا ولا داووها بالسكر، زيدوا طوبه السكر في اللحم، ولا بطاطا غسلوها بجلوفه وحطوها وسط منها كتجي زوينه. وبالنسبه للحمله كان كبير ديروا التمر، التمر بالعلف ديالو لوحو وسط منه من ساعه والحين، ولا خميره الزا الحمراء راه كتساعد اللحم انه كيطيب دغيا. وتابعونا ان شاء الله حتى نساليو. ولا شتو باكم العبدي غبر، راني وليت حفيظ في البطيش، البطيطيش انا وبنت الحمري، ووافق وابن هدي وابا محمد وايوب وايوب الهيه ومريم الياه، انت بنتك في فرنسا اسمها ونسرين ونسرين. وجيبي التونسي وتعالي، جيبي التونسي وتعالي، اي صحت وما بقى دارو لا قلب لا والو. هاتوريا صحت، اجي عدي واش وشوف الشيخات كيسمورفو بحال هكايا مع الصوب هاك هاك بالك، والله ما بقى درو حتى شي حاجه. ياك هو جا في الطياره تجي في الطوموبيل، انت اللي غتمشي في الطياره هو غيمشي في الطوموبيل، غيمشي في الباطو. المهم تحيه لنسرين من فرنسا بتلالة توريا، والله يشافي راجلها ويعافيه ويطب حاله في الغيب، الله يعفو عليها. المتسبعين داعوا مع مسكيره ديال العمليه ديال القلب، الله يجعل ربي. راه 5 سنين مسكينه ما شافت امي، 5 سنين ياك 5 سنين. الله الله عليك الكبده، كون كانت عاد واحد نضحك عليه، جاب الله فرقه. والحمد لله اللي شوفوا الشينوا، والله الا غدخلوا للجنه، واخا كتاكلوا العقارب وتاكلوا المشاش وتاكلوا القرود غدخلوا للجنه. غيقولوا لي المسلمين علاش غيدخلوا هما للجنه؟ غنقول لكم داروا واحد العولمه اللي هي زوينه. ها التليفون، ها التفرنون هذا، ولينا نشوفوا بعضياتنا كل من بلاد. هذه بحد ذاتها نعمه، واخا راه نقمل بعض الوليدات وبعض الناس ديال مواقع التواصل، مستخدمينه بطريقه مقلوبه. الحمد لله ولا في الواتساب والماسنجر والانستغرام، وزيد وزيد وزيد، كنشوفوا بعضياتنا ونشوفوا وليداتنا ونشوفوا مواتنا ونشوفوا كل شيء. ذاك الوحش اللي كان بكري ما بقاش، بكري كنا نتشوقوا للبراق، لساعي بريد نقولوا الفاكتور امتى تيجي يدق، وانا البرا والجواب جربتهم في حر الغربه، كنت نكتب البرا ونصيفطها ونتسناها امتى غتوصل، وامتى غتوصلني الجواب ديالها. ملي كان بوكم العبدي باقي عزري، مات اليوم الحمد لله الله يرحمه، وليت ارمل
الحمد لله والشكر لله. وحد خيتي كل مره تكتب لي كومونتير قالت لي يا بول عبدي علاش كتجبد امك وبناتك وما كتجبدش الزوجه ديالك؟ اختي فاش كيهمك نجبدها ولا ما نجبدهاش؟ كيهمك باك العبدي والمحتوى تفرجي فيه، ما كيهمكش ما تفرجيش. علاش غتبقاي تقلبي على جوا منجل مرتك مالها ولا مرتك مالها ولا علاش فين مشات ولا ماتت؟ اخويتي مرتي انا ارمل باش نبرد لك القلب ديالك، انا راني ارمل. اللي بغات تزوج بيا مرحبا، انا مسالي عندي مو جوج بنات. يلا باش نقاديو هذا الشيء كامل، والناس اللي كيعرفوا بوهم العبدي عن قرب راه عارفين شنو كاين الاخبار في روسكم. انا راه شوفوا انا راه ماشي من النوع اللي كيجبد خصوصيات دارو، قلت لكم في الفيديو السابق راه ما كاينش شي واحد على الكره الارضيه، الحمد لله نحمد ربنا وشكرا، هاني مهني واكل شارب، ما عندي لا صداع لا مشاكل لا والو، عندي المشاكل غا مع بعض المتتبعات مسمومات عابية ولا بيهم، انا بقى تابعهم تيتربعوا، ما انا مربيني الزمان معكم ما تشدوا مني، الحمد لله والشكر لله. المهم نتمنى المهم هي مرحبا بك، ولكن انا نتمنى قلبك يبرد، راني ضحكت اللي يبرد ليا قلبي. حنا ملي كنقول امي وبناتي، بناتي راه فيهم مرتي فيهم اختي فيهم بنت خويا فيهم كلشي، صافي راه كلشي بناتي. امي راه باينه، امي ما عمرها غتكون بنتي، وما عمرني غنكون انا بواها، غنكون ديما انا ولدها. المراه الراجل كيكون بواها وكيكون خوها وكيكون صديقها وكيكون صاحبها وكيكون كلشي فيه، والراجل حتى هو كذلك ومثال، وراه هذا هو الجواب ديالها. انا عبدي من القاع، انا راه ما كنجبدش موت ولادي، نقول حقه صافي. ملي نقول الدار وفهموا راسكم، الدار راه هي مولات الخيمه، اش من شرط تنجبدوا سميتها وكنيتها وبنت من هي وشكون هي وشكون عائلتها وشكون 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 وصافي. باكم العبدي راكم عارفين، باكم العبدي ولد الحاج محمد بن 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 الشرفاء الادريسه، هذا هو اللي كاين. المهم شايله الطيطيش ومرحبا بكم. وابد الحمري وانت قولي لي يا كي دوزتوا ذاك النهار ولا عايشه؟ ها هي عندك بيتها، يا درتي المقفول ودرتي القديده على وحدك، وانا ما عرفتيش عليا ماني معدي قديد، ياك عام 100 ياك عام 100 قديده وقديده. وقالوا لي خويتي، قالت الفان انا قلت خويتي ياك تعرض ياك تعرضتوا. المهم عاد قديده من عندي، 100 من عندهم وال100 والقديده من عندي. دريات شوفوا شوفوا غنديروا شي نهار غنديروا عف جوا وحدنا، احنا كاع عقرنا ما بقينا نولدوش. المهم احنا كاع عقرنا غنعيطوا على لالا عائشه وغادي نديروا القديده على وحدنا، تعرف ديال عايش ورا عندي، الدربوكه راه عندي، الطاره عندي، كلشي عندي، وغنوريكم غنوريكم ان شاء الله كيفاش كنطيبوا القديده. ما حد قديد باقي يدور في الخيام، المراه اللي ما كتولدش كنجمعوا لها 101 قديده وكنطيبوا لها المقفول، كنطيبوه بهذيك بالكسكسو بالحلبه والمساخن والعدس والثومه، كيجي واحد كسكسو ما نعاودش لكم، وكنديروا واحد النوع من الغريبه، هذاك النوع من الغريبه فريد من نوعه، كنطيبوه خاص. كيكون هذا المجمع هو اصلا نسوي خاص غير العيالات، ولكن باكم العبدي ما عليه حرج، حيت انا غادي نطيب ليهم، غنلغي الغريبه غادي نلغيها، غنطيب لهم مع الطعام. تعاونيني بس خويتي، ها؟ السو ديال المساخن بحال راه سخون، المهم غنحاولوا ما نكثرش المساخن. حقي حيدوا لي بالمساخن. شوفي كطيب بالمساخن، بغيتي تاكلي مرحبا. بغيتي تاكلي مساخن مرحبا، ما تبقايش انا ما نكذب عليك، انا عندي سبيطارو. لا طانسي ديال العينين. الطانسي ديال العينين ما تاكليش. المهم غادي ندير لكم المقفول ان شاء الله، غندير لكم القديده وغادي نشارك معكم الاجواء ديالنا ديالها كيفاش كيدوز. راه بضحكوا بالنشاط، وكنشدوا مثلا المراه اللي كتكون والده 14 دري، اما اليوم راه واحد، ويا ربي يا ربي تولد عداك الواحد، كتسلت حزامها وكتلبسوا المراه اللي ما عمرها ولدات، كتحزمها به كيجيب الله التيسير. ملي كانت النيه راه تخرج لي شي وحده داك الشيء بدعه، اودي البدعه لا هو بردعه، وديروا النيه في الله سبحانه وتعالى، ديروا النيه في الله، راه هادشي راه كاينين الكرامات، كاينين باقي الكرامات، وباقا راه كاين لي دواء في النخاله، على النخاله كاين لي دواء فيها، كيشد الحمرة ما خلاتها طبيب ديال المعده، كيشد عاديك الحمرة ديال النخاله كيحمرها في المقله يديها ويجيبها ويديرها في حق ديال دانون وياكلها ولا ريبي، او كيولي لاباس عليه، يفطر بها ويتغدى بها يعشى، او يقول لك راه دواتو على النخاله. قويتو الفقيهات عندنا والفقهاء في المغرب، تما بقينا نعرفو، رمضان انت غيجي، ولا العيد الكبير انت غيجي، ولا الشعبان انت دخل، ولا الفطارات اثنين، انا بعدا توترت ليا، ادريات، اشنو اليوم في السعر؟ الله
الحد لا 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 والفنان دوز من قدامي انا غنتصور والفنان قالت لي والله ما عرفت تفكرت الحد اليوم الحد ما كاين حد اسيروا المهم مرحبا بكم ان شاء الله السفه الثانيه هي طابت غنردوا الثالثه غنولوا السفه اليوم يعني ربعه الكراطن ربعه الكراطن لا ما جيتش برمال اخرى كون جيت ما ديتاش انا مشى لي الريزو كون درت جبر ما تنفورش فورات في دقه واحده المهم حنا غاديين باقي الوقت غنردوا اللحم دابا ومرحبا بكم.